مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم معنا مرة أخرى. كنت واجدو في مدينة الرباط، تلقينا اتصال من عند الأخت بهيجة. الأخت بغات تعاود لينا القصة ديالها، عندها جوج وليدات ما شافتهمش حوالي 26 سنة، كتوجه اتهام لابنة جنرال. شوفوا معايا الموضوع. أختي عاودي لي القصة. السلام عليكم. بعدا أنا يا بهيجة اللي كنت خدامة عند دار أوفقير، وكنت خدامة عندهم في وحدة سينما الزهوة، وكنت تعرضت للاغتصاب. مني تعرضت للاغتصاب جيت وما قلت لهم والو حتى بانت كرشي. كيفاش عاودي لي بالتفصيل؟ دابا أنا كنت خدامة عند هاد الناس هادو ولاد أوفقير، وخرجت نجيب الخبز من المخبزة في مابيلا، وكان واحد السيد شدني وحط عليا جنوية وداني صحة، تكرفص عليا. من بعد ما جيت الليل كامل، ومن بعد ني سولوني قالوا لي فتا الصباح جيتني قالوا لي في كنتي، كنت عند واحد البنت صاحبتي صافي، وما قلت لهم حتى شي حاجه على داكشي اللي وقع لي. حتى بانت لي الكرش، ملي بانت لي كرشي قالت لي صافي تبقى معنا حتى تتولدي. هذيك الوقيته اللي وقع لك انت الاغتصاب، شحال كنتي خدامه عند هاد أوفقير؟ تقريبا شي عام. وعام ما غتجيش عندهم في هذاك الليل والدنيا هانيه وترجعي تخدمي، ما يجريو عليك ما يقولوش لك علاش، اشرحي لي. لا ما قالوا لي حتى شي حاجه، انا قلت لهم كنت بايسه عند صاحبتي، ما قلت لهمش السيد اللي زعما تكرفس عليه، ما قلت لهم والو. علاش انت ما قلتيش لهم الحقيقه باني تعرضت انت واش تعرضتي للاغتصاب ولا تعرضتي للافتضاض ولا واش تعرضتي بالضبط؟ لا الاغتصاب حط عليا جنويه وداني معاه صافي. ملي جيت في الصباح قالوا لي فين كنتي، قلت لهم كنت عند واحد البنت صاحبتي، ما قالوا لي والو. هذيك الساعه اللي وقع لك هادشي انت قبل ما عمر كنتي مزوجه، كنتي باقا بنت؟ لا باقا بنت، ما عمري تزوجت. انا كيما جيت من دارنا متازه ما عمري تزوجت، كنت باقا صغيره عندي 13. نفس السؤال، علاش ما عطيتيهمش انت هاد الحقيقه كامله، تعرضتي للاغتصاب وديري القانون؟ علاش؟ خفت منهم، خفت من دارنا ومنهم هما، خفت من والدي، خفت من والديا ومنهم حتى هما، خفت منهم. قلت لهم والو، هما قالوا لي والو، قالوا لي صافي ملي بانت لك كرش كبقى معنا تتولدي. بقيت معاهم. شحال ديال الوقت باش بانت كرشي؟ تقريبا شي ربع، ما عقلاش شي ربع شهور ولا ثلاث شهور، ما عقلاش. انا يعني كنت صغيره ما عقلاش عقل صافي. ومن بعد بقيت معاهم حتى ولدت الدراري التوأم صافي. ملي ولدتي التوأم شنو اللي وقع؟ ما وقع والو، كانت متبعه ليا مع الطيب ديالهم. بعدا الطيب عاشور اللي كان خرجوا من الاعتقال هو اللي كان متبع معاهم، الطيب ديالتهم الخاص كانت كتديني مع كتديني عندهم. مدام أوفقير حتى السويسي كيتبع ليا على كرشي، كيراقب لي الحباله ديالتي وديك الشيء صافي. بقيت معاهم حتى ولدت. هي ولدتي شكون اللي قابلهم لك من ولدتي؟ داك الساعه جابوني، مني جابوني معاهم للدار قصوا معايا تقريبا شي سيمانه، وهي تديهم ليا ماريا أوفقير، جابوني عندهم للدار، هما اللي قابلوني. يعني اللي فهمت علاقتك انت بهاد العائله فيها عامين. عام خدمتي معاهم وقعتي لهاد المساله، ولدتي تسع شهور قس معاهم صافي، داوني للسبيطار وديك الشيء، ولدت جابوني للدار بخير وعلى خير، كيتعاملوا معايا مزيان وكل شيء. وفي الاخر ما عشني دارت لي بنتهم شي حاجه، قالت لي هاك واحد الكاس ديال اتاي شربيه حيت انت دابا والده نفيسه خصك تشرب شي حاجه سخونه. ملي فقت في الصباح لقيت الدراري ما كاينين شي. من هذيك الوقيته لدابا بايش علاش ما درتيش القانون؟ اش ما ديكلاريتيش؟ ما درتيش شكايه؟ انت حاليا كدوزي في مواقع التواصل الاجتماعي، كتكلمي في الصحافه كذلك، وانت ما حاطه حتى شكايه بالموضوع، كيفاش؟ لا ما كيقولوا لي الدليل، كيقولوا لي جيب لنا الورق ديال السبيطار والنهار والسنه، وانا ما عقلاش كنت صغيره كانت عندي 13 عام، كي غادي ندير دابا؟ ما عقلاش على التاريخ والنهار، راه مشيت للسويسي قلبت في الارشيف. والده عندك 13 عام ديك الساعه؟ 13 عام، عندي 13 عام. ايوا وصافي. كان ملي قلتي لي مشيتي للسويسي؟ مشيت للسويسي قلبت في الارشيف، قالوا لي جيب لنا السنه والنهار اش من عام. انا ما عقلاش كي غادي ندير، قالوا لي ما يمكنش نقلبوا لك، خصك تعطينا النهار والسنه انت ولدتي، وانا ما عقلاش. شنو هو السبب ديال الخروج ديالك لهذا الملف دابا؟ تعطلتي بزاف، شحال من سنه تقريبا؟ هذه مجموعه من الاسئله. والديك علاش ما توضعهمش في الصوره؟ ما كتشوفيهمش في هذيك الوقيته ملي وقع لك هذه المساله هذه بانه ما كانش زواج كان اغتصاب؟ والديك شنو وضعهم الاعتباري؟ ما محلهم الاعراب في الملف؟ اش كتقولي لهم في هذا الشيء؟ فاش تكوني واضحه والراي العام يستوعب معك الامور. والدي ما قلت لهم والو، انا ملي وقع لي هذا الشيء بقيت عند مدام أوفقير وهي وبنتها حتى ولدت، خفت من والدي صافي، ما بقيتش عندي شي علاقه مع دارنا. من بعد ملي داو لي الدري ما بقيتش كنمشي لدارنا لا حتى شي حاجه، حيت هو ما جابني السمسار من تازا، هو اللي جابني هو الوالد. انت ما تزوجتيش من موراجي؟ اتزوج عندي وليد، ها هو سيف الدين قلتي. ايه راجلك الحالي اش تيقول فيك؟ ما كيقول والو اصلا، غادي ما نتفارقوا.
تفرقي معاه. اه صافي. ما كاينش شي حل زعما؟ لا لا، مشكل كبير عندنا، ما يمكنش نبقى معاه. كيدير شي مشاكل ما عادش نبقى معاه. هذا الزوج الحالي. اه الحالي. اه واخا الوالدين علاش ما وضعتهمش في الصوره في هذه القصه القديمه؟ ما دارنا ما قلت لهم والو، تبا تقريبا شي 10 سنين عاد قلتها لهم، قالوا لي صافي عير قلبي. انا اصلا 10 سنين ما مشيتش لدارنا، ملي كان وقع لي داكش ما مشيتش لدارنا كاع، على حقاش خفت منهم. ومن بعد ملي مشيت قلت لهم شنو وقع لي، قالوا لي زعما قلبي عليهم. واش درتي في هذيك 10 سنين؟ ما درت والو، خدمت عند عباد الله، خدمت عند واحد الطبيب معروف في الرباط، خدمت عند النصارى، خدمت عند واحد السيد واحد ياخر. كاينين بزاف الناس اللي كيعرفوا هذه القصه هذه، الا بغاو يشهدوا بالحق كاينين الناس بزاف عارفين اني كنت خدامه عند دار افقير، وعارفينهم داو لي الدراري وليداتي. وانتوما ما حاولتيش انت تلجئي لهم كشهود في الملف يشهدوا معاك في الشكايه ديالك لتبين الحقيقه ونعرفوا هاد الوليدات فينا هما؟ لا ما مشيتش عندهم، تنتمنى الا كانوا كيسمعوني من هذا المنبر، ما مشيتش عندهم. دابا اللي غريب كرايي انا الشخصي، انا كنشوف بزاف الحوايج كيقول لي ما درتش هذه ما درتش داك الشيء، تمرري مرور الكرام، ولكن الا ما درتيش علاش غديري دابا؟ سؤال هذا. بزاف ديال الحوايج كان خصهم يتداروا هذاك الوقت ولا لا؟ أيه، الا جينا نحسبوا قلتي البنيتات ما شفتهمش مني عندهم اسبوع دابا الوليدات، مزيان المهم الله يرزق الصحه والسلامه بحال البنات بحال الاولاد. المهم نوضع معك السؤال، هذوك الشيء سيمانه ملي كانت عندهم في عمرهم، دابا عندهم قلتي حوالي 26 سنه. علاش ما قلبتي عليهم؟ كنت مشيت للمحامين تيقولوا لي خصك دليل، خصك الورق باش والده، خصك النهار. ومشيت عند واحد الوكيل الملك عطاني داكشي اللي قال لي، قال لي خصك يكونوا عندك زعما شي دليل. انا ما عنديش شي دليل. النهار اللي انت قلتي كليتي شي حاجه تسممتي ولا شي حاجه دختي ولا شي حاجه بحال هكا، ما لقيتيش الاولاد، مشيتيش للقانون تقلبي على بنات؟ وانا طفله صغيره كي غادي ندير وما عنديش عائلتي حدايا، شكون غيمشي معايا؟ انا اصلا كنت خايفه منهم، كانوا كيهددوني. كيفاش كيهددوك عاوتاني؟ كيهددوني، كيقولوا لي الا بقيتي جيتي هنايا، مني كنت انا خرجت من عند مدام افقري جات عليا، مشيت عند اختها اللي هي زين بنت الكونين الشنا اللي هي خت من الحاجه فاطمه، قالت لها ما تدخلهاش بعدا، انت عارفه دينا لها الدراري ومدخلاها. وكنت كنجي حدا العماره كنبقى نبكي، كتقول لي صافي سيري، كتقول لي سيري دابا انت راك باقا صغيره باقا تزوجي وديك الشيء، سيري راه ماريا داس الدراري غتربيهم غدير فيهم خير، زعما انت ما تقديش عليهم. صافي مشيت في حالاتي، فين غنمشيو؟ انا صغيره انا ما لقيتش اللي يعاونني، وخفت منهم، كانوا كيجوني تهديدات منهم، كيقولوا لي الا مشيتي للبوليس ولا شي حاجه راه غادي نقول لهم راه سرقت شي حاجه ولا درتي شي حاجه تمشي للحبس. كي غادي ندير؟ ما بغات حتى شي واحد يتيقني. عندك وليد دابا شحال عندهم عام؟ عنده 14 عام و5 شهور، مهلاه فيه الحمد لله. 14 عام باش تزوجتي؟ هذاك الراجل ملي تزوجتي انت وياه ما عطيتي ما عاودتيش له هذه الحقيقه، ويحاول يبحث معاك راجل هذا ويدير لي فور كومام ويساهم اننا نوصلوا لدوك البنيات، علاش خليتي هذا الملف 14 عام؟ انت ولدتي تبارك الله ولد دابا عنده 14 عام. قلتها لي ولكن ما دار معايا، ما قال لي والو. وانا حيت كنت كنقول دابا واخا نمشي نقلب عليهم هما كاينين في كندا، انا ما بغيت حتى شي حاجه منهم، كنسحاب ما بغيت شي حاجه، انا باغي نشوف منين نتعرف عليهم، ما بغيت والو، انا ما بغيت حتى شي حاجه. السؤال الاخير عندي معاك في الموضوع، السبب ديال الخروج ديالك الان على هذا الملف، علاش اختاريتي بالضبط دابا؟ سؤال. على وداش باش نعرف وليداتي، ما بغات حتى شي حاجه، غير نشوفهم لله، ما بغيت والو. علاش غادي نخرج؟ ما بغيت. علاش الظرفيه بالضبط؟ ما عرفتش، بوحدي غير بوحدي جاتني غير هكاك، ولكن انا ما ناويه حتى شي حاجه، ما قاصده حتى شي حاجه قسما بالله. لا حقك بغيت غير نقلب عليهم، ماشي من حقي كلشي كيبقى يقول لك في الكومنتير انت باغا تشدي، شمن الفلوس اللي غادي نشد؟ ما غنشد والو انا، علاش كاين شي واحد اللي كيبيع ولاده؟ وحده قالت لي راه بعتي ولاد، كاين شي واحد كيبيع في الكومونتير، كاين شي واحد كيبيع ولاده. انت ما كانش عندك شي اتصال معاهم؟ ما عمرهم اتصلوا معاك؟ هاد البنيات ما عمرهم سولتهم على الحقيقه، عرفوا الام الاصليه ديالهم؟ ما عمر كان شي تواصل؟ لا ما عمري كنت تواصلت معاهم، مني مشيت بحالاتي، مني مشيت عند اختها اللي هي بنت الكونير الشنا زينب، واللي دبرت لي على داك البروفيسور خدمت عنده، من ديك الساعه ما عاودت شفتهم انايا، حيت كانوا مشاو لبرا. هذا الشيء اللي كاين. هاد الناس اللي تكلمتي عليهم دابا على شبه مقربه من الاصل اللي هو هذا الجنرال، العائله ديالو اللي كتقولي انت حسب التصريح ديالك داو لك وليد بنتاتك، ما حاولوش هما يديروا شي تواصل يقلبوا على شي خيط؟ هما اصلا جاتهم من جناتي، والناس يحسدوا الدراري بعدا، هي كتربي الدراري على حقاش، حيت هي مربيه واحد الوليد واحد اخر سميتو ميكائيل، ومربيه وليداتي انا. هادشي اللي هي ما عندهاش الاولاد؟ لا هي ما كانتش مزوجه، ما عندهاش الاولاد.
ملي كنت معاهم زعما كانوا في الاول بخير معايا، ومني ني حملت ما بقاتش المعامله مزيانه، بخصوصيين ماريا اللي دات لي الوليدات ما كانتش كتعامل معايا مزيان، والاخرين كانوا كيتعاملوا معايا مزيان. ونزيد لك واحد اخر عاوتاني، كنت هانتي كنمشي كنخدم للرؤوف ولدهم، كنجمع ليه دارو اللي كاري ولعبد الله والختي زينب اللي هي بنت كونيش اللي اخت مدام اوفقر، ومدام اوفقر كنجمع ليهم الدار وما كنتخلصش، بحيث ما بقاش كيجي عندي الوالدي الوالد ديالي، ما بقيتش كنتخلص، ما خلصوني ما حتى شي حاجه. وهي المعامله ديالك معاها كي كانت؟ كانت ماريا ما كتتعاملش معايا مزيان، ديما معبسه وما كتقوليش السلام عليكم، هما كيتعاملوا معايا مزيان، الاخرين كيتعاملوا معايا، كتعامل معايا مدام افقر مزيان، رؤوف مزيان، عبد اللطيف، ماريكا، مريم، كلهم كيتعاملوا مزيان معايا. واخا النداء ديالك والطلب ديالك للمغاربه في هذا الملف كيفاش كتشوفي انت؟ شنو اللي تطلبي؟ الاسئله اللي كتطرحها الناس انا مجبر نطرحها معك. تفضلي اعطيني دابا انت النداء ديالك للمغاربة الناس، وجهي الامور ديالك كيما بغيتي. ما بغيت والو حتى شي حاجه، بغيت نتعرف على هاد الدراري وكنقول خوتي المغاربه يعاونوني ولا شي جمعيات يعاونوني وصافي، ما بغيت والو، انا كنقولها قدام الناس، ما بغيت حتى شي حاجه، بغيت نتعرف عليهم لله. ودابا كانوا عندي انا البنات ما ربما يتلاقاو بهم الله اعلم، انا غير قلت فهمتي هاد الشيء اللي بغيت نتعرف عليهم، هما مولفينيش انايا، ولكن انا بغيت نشوفهم لله، حتى انا راه حملت بهم 9 شهور وزيد، انا ما عطيتهمش ليا، هي اللي خدرتني وداتهم ليا، ما عطيتهمش بخاطري، بقات فيا الشمسه ديما. واخا في هذا الاطار هذا اللي الوقيته، ودابا انت اللي جريتيني للسؤال القديم، هذيك الظرفيه ملي وقع الاغتصاب، هذاك اللي اغتصبك عمر كان عندك مع شي لقاء دويتي معاه، سجلوا معاه، كتبوا معاه، يساعدك شي حاجه بحال هكا؟ والو. لا لا، مني اغتصبني ما عمري شفت وجهه انايا لحد الان، ما عمري شفته، ما عمري شفت انايا. ما عمرك بلغتي بيه؟ لا لا، ما عمري ديكلاريت بيه، انا صغيره قلت لك مني مشيت عند الناس وبانت لي كرشي هما اللي خصهم يديروا هذا الشيء، ما داروش. هو قسما بالله انا صغيره كلشي كيلوم عليا انايا، ما فهمتش، كنتمنى ان شاء الله تبان الحقيقه باش ما حتى واحد ما يبقى يكذبني انا ويعايرو. دابا وليدي كنت تشوفيهم؟ لا ما تنشوفهمش دابا السنين، ما شفتوش. علاش؟ في التليفون والواتساب، حيت ما بغيتش نبقى صافي، حيت بحال اللي تعصبت، بحال اللي ما بقيتش كنبغي نمشي لتازا، ما عرفتش. على داك الشيء اللي وقع لي انايا بسببهم، انا دابا انا مدمر انا، وبسببهم تلاقيت مع بابا هذا حتى هو ما صدقش ليا، وبزاف د الحوايج وقعوا لي انا في حياتي هكا، ورغم ذلك باقا الحمد لله واقفه على رجليا. شنو كديري في الحياه دابا؟ كتخدمي؟ كنخدم فام دميناج وافتخر. اختي الله يفرجها عليك. مشاهدينا الكرام، كما تبعتوا معنا القصه ديال الاخت بهيجه، الوقت اللي شافتهم كان عندهم اسبوع، حاليا كنقول لك اكثر من 26 سنه ما شافتهمش. مجموعه من الاسئله فيها شيئا ما غموض طرحناه مع الاخت، ولكن القرار في الاخير في مثل الملفات بيد القضاء ودور المجتمع المدني لتبيان الحقيقه. مشاهدينا الكرام، تعليق المواطن، شكرا لكم.